محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائماً